الثريا تقدم أذكى هاتف ساتلي في العالم، الثريا اكس 5 تاتش، أول هاتف يعمل من خلال الأقمار الصناعية ومزود بنظام تشغيل أندرويد وشاشة LCD تعمل باللمس بقياس 5.2 بوصة، مما يجعله أول هاتف يعمل بالأقمار الصناعية يرتقي بوظائف الهواتف الذكية اليومية. تتيح قدراته الثنائية لاستخدام بطاقتي سيم في وقت واحد والإمكانية للعملاء بالتبديل بين الشبكات الساتلية والأرضية. كذلك فإن جهاز ثريا اكس 5 تاتش مجهز بكاميرا أمامية وخلفية ومزود بنظام تحديد المواقع ونظامي بيد وجلونس. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوي على تطبيقات ملاحية وتتبع مدمجة بما في ذلك تحديد الموقع الجغرافي والتتبع حسب الوقت والمسافة. يبقيك جهاز ثريا اكس 5 تاتش على اتصال أينما كنت في أكثر من 160 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا. وإذا وجدت نفسك في موقف طارئ فما عليك سوى استخدام زر SOS المخصص الذي يمكنك إعداده مسبقاً مع جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ. ثريا X5 Touch أذكى هاتف ساتلي في العالم.